ومتابعين بمحطاتنا الدورية من عيون بيروت لليوم مع فصحى أمل من عيون بيروت، ولقاء اليوم حول عمليات زرع الرحم والأفاق الجديدة اللي يمكن أن تطلقها هالعمليات، شروط إجراءها وكل هيدا الملف مع ضيفتنا لليوم اختصاصية في التوليد والجراحة النسائية والعقم مع دكتور جيال أبو غنام بفصحى أمل. اهلا وسهلا فيك دكتور جيال ابو غنام بعيون بيروت. بدايه الموضوع اليوم رح نحكي فيه موضوع حساس جدا يمكن بهم عدد كبير من المشاهدين، النساء والرجال منهم يعني طبعا اللي حابين يمكن اذا عندهم اي مشكله طبعا هيك يكون عندهم يمكن بيبي او حتى بريجننسي وغيرها، يمكن صار الطب عم بيعطي كل انواع الحلول. بدايه بدي اتعرف عنك اكثر دكتور جيال، دراستك ميدان عملك. أنا دارسة طب النسائي والتوليد بالجامعة الأمريكية، وبعدين رحت على بلجيكا 3 سنين تخصصت زيادة بالعقم عن الرجال وعن المرأة، ومشان هيك الموضوع اليوم بهمني كتير لأنه أكيد كل شيء تقنية جديدة بتقدر تعطي أمل لكوبل يجيبوا ولد بهمني أكيد. يعني الله يخلي لنا هالطب اللي عم بيتطور يوم بعد يوم طبعا، وبيصير في هيك أمل كمان للكوبل مثل ما ذكرتي، لأنه نعمة الولد بتخيل هي بحد ذاتها نعمة من عند الله. دكتور إذا بدنا نعرف شوي هيك علميا بالرحم، شو هو الرحم؟ هلا هو نحن اذا الست بدها تحبل بطريقه طبيعيه بقى يكون عندها مبيض، الانابيب والرحم. المبيض هن بيطلعوا البويضه كل شهر، هالبيضه بتطلع بالانابيب وبتتلاقى مع البذره بالرحم، الرحم بيتلاقى بالحوض، هو مثل كونتينر يعني انه هون بيصير في الجنين بيكبر على 9 اشهر، يعني الرحم بيكبر مع الجنين مع البيبي، ونهار الولاده بيصير عندها طلق بهالرحم الرحم، وكيف مشان هيك انه هيك بتولد الست. يعني اذا الرحم هو مثل الوسيله للامراه انها تقدر تحبل وتجيب ولد، ولكن فكره زرع الرحم يلي هي يمكن مثل ما كنا عم دردش انا وياك هيك اثناء الفاصل الاعلاني، ان شاء الله قريبا رح تصير عنا بلبنان، فكره زرع الرحم من وين اجت هالفكره والبدايه ولمين؟ هلا البداية الفكرة اجت من فريق بالسويد، هو مسيو اسمه بروفيسور ماتس برانستروم، هو كان اول شيء باستراليا، هو سويدي كان عم يدرس باستراليا وعم بيخبر مريضة انه رح يضطر يشيل الرحم لانه عندها سرطان بعنق الرحم، وهالمريضة كان عمرها 25 سنة يعني صغيرة كتير، وقالت اضطر يقول لها انه إن ما بقى رح تقدر تجيب اولاد لانه عم نشيل الرحم، فهالمريضة قالت له يا ليه ما بنزرع رحم؟ انه عم نزرع كلاوي وعم نزرع كبد، ليه ما فينا نزرع رحم؟ نحن عم نحكي هذا كان بسنة 99، يعني ما كان في ابدا هالشيء الموجود يعني عند الحكمة. رجع السويد وتعرف على الدكتورة رندا عقوري اللي هي لبنانية عايشة بالسويد، هي اللي جابت البروجكت على لبنان هلا، وحكيوا بالموضوع وقالوا طب تنجرب اذا فينا عن جد نزرع رحم، بس اكيد ما بلشوا بالانسان، بلشوا اول شيء عن الحيوانات. درسوا 15 سنة عن الحيوانات من كل شيء، ما في فيران لحيوانات أكبر، وبعد ما ماشي حالهم عن الحيوانات بلشوا أخذوا الموافقة بالسويد يقدروا يعملوها على الإنسان، وصاروا عاملين هلأ 9 عمليات بالسويد و7 منهم نجحوا، صار في 5 أولاد خلقوا بعد هذا العملية الزرع. إذا من المستفيد من هيدا عملية زرع الرحم هون؟ ولنقول إذا أنا لنقول حبيت أعطي رحمي أو ما بعرف، بس لمين بعطيه لصبية مثلا ما بعرفها، أو بعطيها لقريبة لإلي لنقول لأختي لبنت عمتي لحدا يعني قرايب لإلي؟ هلا أنت عندك نوعين من الستات معقول يستفيدوا من هالعملية، أول شيء في اللي بيخلقوا بلا رحم، وهذه بنعرف إنه في وحدة كل 4500 ست هيك بتخلق، خلقانة عندها مبيض بس ما عندها رحم، وهذا سندروم معروف بيناتنا من الحكم النساء اسمه روكيتانسكي، فهي أكيد ما
معقول تستفيد، وعندك من ثاني ميل الست اللي عندها رحم بس لسبب معين في مشاكل او عندها لياف كثير او نزفت مثلا بعد الولاده ترانا نشلها او عندها سرطان بعنق الرحم فعم نضطر نشلها هالرحم ساعتها ما بقى عندها رحم ما بقى فيها تجيب ولاد، يعني هو الشخصين اللي معقول يستفيدوا. وممكن تاخذ رحم مين هون دكتور جايال مثلا؟ ممكن لانه نحن ذكرنا انه هو كونتينر، يعني معناتها لنفترض فيها المراه تاخذ من امها من اختها اذا كانوا اوريدي جايبين ولاد، يكون حدا من العائله يعني او امها او اختها او حتى خالات او عمتها، لانه لازم الدم يكون كمان كومباتبل مع الدم تبع المريضه، واكيد اذا كومباتبل ساعتها بدها تاخذ ادويه اقل للمريضه، هو الانتي ريجكشن دراجز بنسميهم، يعني الادويه تما ترفض هذا الرحم. وبنفضل اكيد ما ناخذ حدا، ما ناخذ رحم من حدا كثير بعيد لانه ما بدنا اياها تصير كوميرشال وتجاره يعني. نعم، يعني هون بصير مثل وحده صارت عم بتبيع رحمه يعني ان اوردر، يعني مزبوط. طبعا يعني نحن اكيد هذا الشيء ما بدنا اياه، ما بدنا اياه. اكيد اذا حدا قريب من العائله يعني اصحاب كثير مع العائله كمان ما في مشكل، بس ما في يكون حدا انونيمس بعيد. نعم، بس هل يا ترى مثلا تصلح الام مثلا تعطي لابنتها، يمكن لانه كمان الدم كثير قريب، او حتى بتعرفي عمر الام مهم، انه الرحم ما بياثر يعني منا البويضه، يعني في فرق. ايه مزبوط. هلا الرحم المفروض يكون عارفين انه اشتهل قبل، يعني صار هالست اللي عم تتبرع المفروض تكون جايبه اولاد قبل بمره تنعرف تنتاكد انه هذا الرحم بيقدر يستقبل ولد. اكيد اذا مولده بنفضل تكون مولده طبيعي، اذا ولدت قيصريه بنفضل انه مره بس، لانه اكيد مره على مره العمليات بيصير في مضاعفات بهالرحم ما كثير بنقدر نستعمله عن الثاني. وبالنسبه للعمر حاطين ليميت تقريبا على 61 62 سنه، لانه اول شيء المريضه بدنا اياها تكون بالصحه منيحه، يعني انه عمليه طويله وما فيها تكون عم تاخذ ولا ادويه، بدها ما في يكون عندها سكري او ضغط او شيء، ولازم يكون هالرحم ما ضروري انه شغال، يعني ما ضروري تكون بعد عندها دوره شهريه، فيها تكون مينوبوز. لانه نحن بنعطيها هرمونات اصلا اول 3 اشهر نتاكد انه بيرجع بيشتغل، بيرجع بيصير في دوره شهريه، واذا هالرحم منيح فيها ساعتها تعطي لبنتها. اكيد. كيف بتتم العمليه دكتور جايال لزرع الرحم، لنقول من شخص الى شخص، من امراه الى امراه، وقد ايه المده، وفيها نوع من وجع يعني ما بعرف وجع نحكي هون جسدي، يعني غير طبعا هون الالم المعنوي يمكن اللي بمر فيه الانسان بمحل معين، ولكن يمكن مضطر يحمله اذا عم بفكر يمكن هيك انه عباله يجيب بيبي يمكن، او امراه محرومه من هالنعمه بحد ذاتها، يمكن عبالها تحس بحالها كأم. هلا كعمليه اول شيء الست اللي بدها تتبرع بدها تعمل كثير فحوصات لنتاكد مثل ما قلت انه ما عندها مشاكل صحيه ولا شيء. من ثاني ميل الست اللي بدها تستقبله لهالرحم كمان لازم تكون بصحه منيحه، ولازم نتاكد انه البويضات ماشيين عم يشتغلوا عندها، فلعم نعملها نوع من الانفيترو، يعني بنسحب لها البويضات وبنفرزهم عنا تنقدر بعدين نرد لها اياهم بعد ما الرحم يكون موجود بجسمها. كوجع يعني عم نحكي اكيد عمليه طويله شوي، يعني فاكيد رح يضل في شويه وجع، بس يعني بين الوجع والبس انه الناس بيكونوا مبسوطين لانه صار عندهم رحم، مش هذا الشيء ما كان فيها تحلم فيها قبل. اذا اجتها الدوره الشهريه كل شهر كمان شيء كثير غريب لها بالاول، بس بتحس حالها انه هي شي ذا وومن، يعني لانه عم تجيها كل شهر، وهذا الشيء ما كان المفروض ما كان فيها تحلم فيها. نعم. من كم سنه في مضاعفات اثناء هالعمليه دكتور جايال، يعني ما بعرف قصص نيجاتيف معقوله مثلا ما يتقبل جسم المراه الاخرى الرحم اللي وضع لها، او لهلا يمكن بعد ما خطوا، يعني هو اللي بخوف اكيد اكثر شيء هو انه الجسم يرفض هذا الرحم، مشان هيك المريضه رح تاخذ ادويه على فتره طويله منهم كورتيزون مثلا تما ترفض الرحم، وعندها متابعه يعني كل جمعه وكل جمعتين
مرتين وكل شهر تنتأكد انه هالرحم انه شغال وما جسمه ما بيرفضه. اكيد في التهابات معقول يصيروا، اكيد في بليدنج نزيف معقول يصيروا كمان، لانه عمليه مثل الحياه العمليه معقول يكون في كومبليكيشن. وبعد قد ايه بتبلشوا هون بعد ما زرعتوا له رحمه بتبلشوا بفكره الاي في اف او الان فيترو، يعني الطفل الانبوب يعني بمعنى؟ نحن بننطر سنه لانه بدنا نتاكد انه جسمه انه اخذ الرحم وما عم يرفضه. بعد سنه بنبلش ساعتها نرد لها البويضات وحده وحده تتحبل الست. يعني اهم شيء انه يكون البويضات عندها شغالين، ما في مشكل بالموضوع، انما يمكن كان عندها مشكله الرحم هي بحد ذاته، هالكونتينر اللي بده يحمل البيبي يمكن كان في عندها مشكله مثل ما ذكرتي، يا خلقانه بلا رحم او حتى يمكن عندها لياف او ما غيره. طب هون سؤال بس كمان بيطرح نفسه دكتور، بدل ما نفوت يمكن بعمليه زرع الرحم ككل، نحن كثير بنسمع اوقات عن المامو بورتوز، يعني الامراه اللي بنقدر نستاجرها مثلا رحمه سليم كل شيء سليم، بنحط البويضات الامراه الاولى يعني الست برحم هيداك، ليش ما بنلتجئ لهالمساله؟ يمكن اسهل او شو الفكره، يعني شو التباعد هون بين هالنظريتين؟ هلا الفكره انه اذا بدنا نستعمل مير بورتوز او سراجسي يعني بالانجليزي، اول شيء ممنوع ابدا بالمنطقه عندنا، سو هذا الشيء ما عندنا اياها موجوده. وكمان ثاني شيء اكيد الست انه هي حابه تحبل وتحس بالولد على 9 شهور وتولد، فاللي هي مش موجوده بالمير بورتوز ابدا. والمير بورتوز يعني بالاخر الست عم تحبل بس ما فيك تعرفي شو عم تعمل هي ببيتها، ما تكون عم تدخن، ما تكون عم تشرب، غير عن الست هي تحس ببطنها. صحيح، بشعور يمكن الحبل بحد ذاته، وهذا احلى شعور يمكن لاي امراه بالعالم. وقت عملنا عمليه زرع الرحم عند هالامراه، قد ايه مفترض يبقى الرحم بداخل الامراه اللي تم نقله لها؟ يعني مدى الحياه مثلا بتترك الرحم فيها تجيب 4 اولاد؟ هو الرحم بيقدر يضل قد ما بدها، بس مشكلة انه هالست عم تاخذ ادويه دوز معينه من الادويه بياثروا هي على جسمها، مشان هيك مش مثل حياه لزرع، مثل زرع كلوي اكيد بده يضل مدى الحياه. زرع الرحم الفريق بالسويد قرروا، ونحن هون كمان بلبنان، انه ماكسيموم تجيب ولد او ولدين ومنشيله تتقدر هي توقف فل الادويه. رح نتوقف مع فاصل اعلاني. دكتور جايال ابو غنام، حضرتك اختصاصيه بطب جراحه التوليد والعقم، ومنرجع منتابع حديثنا حول زرع الرحم. اذا بريك ومنتابع. وحديثنا اكيد بهم كثير منكم مشاهدينا حول موضوع زرع الرحم عند النساء، هالتقنيه الجديده اللي جايه من السويد الى لبنان ان الله راد قريبا. اليوم ضيفتنا بالاستوديو هي دكتور جايال ابو غنام، اختصاصيه في التوليد والجراحه النسائيه والعقم بمركز البلفيو. اهلا وسهلا فيك مجددا دكتور جايال. يعني موضوع فعلا مشوق، موضوع بهم عدد كبير لنا من النساء يعني طبعا، وحتى الرجال. نرجع لموضوع زرع الرحم عند النساء، وقت بدنا نزرع له لنقول هالأنثى رحم، قديه مفترض يعني يكون عمره؟ من أي عمر ممكن البدء بزرع الرحم عندها وصولا لأي عمر؟ هلا اكيد لازم تكون مجوزه، يعني صار لها تقريبا سنه، فما مفروض تكون كثير صغيره، ومبدئيا مش قبل ال20 سنه هذه العمليه بدها تنعمل. وكعمر يعني اكبر شيء نحن حابين انه البويضات يكونوا بعدهم شغال، ف يعني 36 سنه هذا يمكن الماكسيموم تقريبا، يعني حطيناه كلمت انه بدنا نزرع الرحم عندها. نعم. وبالنسبة يمكن كمان لهالعملية، وين رح تصير؟ يعني هل هي موجودة عندنا هالتقنية بلبنان زرع الرحم عند النساء؟ هلا اجوا الفريق السويد لهون على البلفيو ميديكال سنتر يعني اللي أنا بشتغل فيه، وماضية كونتراكت معنا إنه إذا العملية رح تنعمل بلبنان رح تنعمل بمركز البلفيو، بس بعدنا نحن ناطرين موافقة وزارة الصحة أكيد، لأنه ما بنقدر نشتغل بلاه.
وهلا في اللجنه بدات تدرس الملف ونهار اللي بيجينا الموافقه العمليه رح تنعمل هون. الفريق السويدي رح يجوا لعنا على البلفيو. نحن بالفريق كمان عندنا 4 حكماء نساء واكيد في حكماء اطفال وحكم حكماء بنج يعني رح يكونوا كمان انفولفد، يعني هي فريق كبيره. نعم، هل في مخاطر اثناء هالعمليه دكتور جيال اثناء زرع الرحم عند الشخص يعني، او لازم كمان تكون البنيه الصحيه تبعه لازم تكون جيده جدا؟ ايه اكيد، لانه بدها تتحمل عمليه يعني فيها تكون بين 5 و6 ساعات، فاكيد لازم تكون بصحه منيحه. بنعمل فحوصات دم وفحوصات يعني صور، بنعمل كثير فحوصات قبل تنتاكد انه فيها تتحمل هيك عمليه، واكيد نتاكد انه بويضات ماشيين كمان. وفي حال البويضات كان عندهم مشكله هون يعني ما في داعي حتى تفوت بفكره زرع الرحم يعني صحيح؟ اكيد اذا في يعني الرحم مش موجود وفي كمان مشكله بالبويضات، يعني صرنا هلا بمشكله بعده اكبر، بضل في حل يعني اكيد، بس يعني هذا ساعتها بتصير كيس بير كيس يعني. يعني كيس 2 هون صرنا بدنا نحكي بالموضوع. وكيف تتاكدوا انه البويضات عند الامراه شغاله ما عندها مشكله يعني لهون تفوتوا على الستيب زرع الرحم؟ هلا بنعمل فحوصات دم، في فحوصات دم بدهم ينعملوا، وكمان صور يعني ايكوغرافي يعني اكيد بدهم ينعملوا تنتاكد انه البويضات عم بيصير في اباضه كل شهر وماشيين ماشي الفانكشن يعني تبعهم. نعم، هون عم نحكي الايكوغرافي على الرحم تحديدا يعني هو اذا ما عندهم رحم ايه، بس انه حتى على الايكوغرافي بنقدر نشوف المبيض يعني الاثنين، ما بيكون في رحم بالنص بس بيكون في من ميلتين المبيض موجودين. نعم، اذا الست مثلا قررت انه تجمد البويضات اللي عندها دكتور جيال، البدايه خلينا نعرف شو معناتها كلمه تجميد البويضات. هلا تجميد البويضات هذا شغله يعني ما خاصه به هو الرحم، زراعه الرحم. هي بلشت الفكره بالمرضى السرطان، لانه بنعرف انه وحده اذا صغيره عمرها 20 سنه او 25 سنه وصار معها سرطان عم بدها تاخذ علاج كيميائي او راديو ثيرابي، اكيد رح تاثر على الفيرتيليتي على الخصوبه تبعها. مشان هيك فتشوا الحكماء حل تنقدر نحافظ في زاهي الخصوبة، يعني قدروا بعد فترة طويلة يحافظوا على البويضات بالمختبر تتقدر بعد ما تخلص العلاج وتصير بالصحة منيحة تقدر تستعملهم تجيب أولاد. ويعني هذه الفكره بلشت بهول المرضى وهلا صارت اكثر سوشيال، يعني انه اذا الست عمرها 35 سنه وحابه كمان تجمدهم بصير هذا يعني ما في سبب طبي، بتكون اكثر سوشيال. ولكن يمكن للحفاظ اذا مثلا تاخرت بالزواج يمكن هون بيكون عندها بوسيبيليتي اكثر انها تقدر تجيب اولاد، على انه يمكن يكونوا هالبويضات البرسنتج تبعهم خف بالاباضه بحد ذاتها. بتنصحي بهيدي بروسيجر يعني يمكن للسيدات اللي ما فوق يمكن 36 سنه وما فوق؟ ما بتعرفي اوقات هلا بتعرفي عمر السيده مثلا للزواج خاصه في لبنان، خلينا نحكي ما نروح للعالم العربي، عم بيتاخر شوي 40 45 حتى عم نشوف. بتنصحي يعني بهالبروسيجر؟ هلا اكيد نحن بنعرف انه الخصوبه الفيرتيليتي رح تنزل يعني مع العمر، يعني الست اللي عمرها 25 سنه مش مثل الست اللي عمرها 30 او اللي عمرها 35. فانا اكيد بنصح اذا الست عمرها 33 35 مش مجوزه وما رح تتجوز قريبا، او مجوزه بس ما بدها تجيب اولاد دغري، بدها تتطور بالكارير تبعها، بدها تتطور بالشغل، او بعدها عم تدرس عم تعمل بي اتش دي او وات ايفر، بنصحها ايه اكيد تجمدهم، لانه مثل الانشورنس يعني انه اذا قررت على 40 سنه بدها تجيب ولد مش انه ما فيها تجيب، اكيد بضل فيها بس احتمال اقل من هي وعمرها 35 او هي وعمرها 30، ففيها تجمدهم انشورنس، واذا بعدين قررت تجيب اولاد فيها تستعملهم. هيدي عمليه تجميد البويضات فيها يمكن مضاعفات مخاطر او هي سهله؟
يعني هي بتشبه شوي الانفيترو، بنعطيها للمريضة أبر هرمونات عاشي 10 أيام أو 15 يوم، وبعدين بنسحبهم يعني تحت البنج. العملية بتاخد ماكسيموم ربع ساعة تلت ساعة، وبعد ساعة بتروح على البيت الست. يعني في ألم يعني هيك للصبية أو للسيدة؟ أنا عم بسأل يعني هالأسئلة لأنه فعلا النساء يعني إذا أجوا لعندك أنت كجاينيكولوجيست حيطرحوا عليك نفس الأسئلة. أكيد لا، الألم يعني بيشبه شوي وجع الدورة الشهرية، منه الألم الكتير قوي. مع حبتين بانادول مفروض بيمشي الحال. لكن عملية بسيطة خلينا نعتبر وسهلة، ويمكن هيك بتكون كمان هي عم بتسهل لحياتها. ولكن ما بدنا نشجع شوي الصبايا يتأخروا بسن الزواج، بقولوا إنه فينا نعمل نوع من التجميد البويضات، بس يجمدوا هالبويضات مفترض يعني وين بتحطوهم أنتم كدكاترة بس تاخذوا لها يعني مثل هو بنك معين يعني؟ يعني هو في كذا مركز بيشتغلوا على هالموضوع. عندك بالمختبر عندك تانكس يعني مثل البلاد بانك يعني تقريبا عندك تانكس بيكونوا محطوطين جوا، واكيد اسم المريضة عليهم وما حدا تاني في يستعملهم. يعني هذا كمان بدنا نحافظ على هالموضوع انه ممنوع نستعملهم للست تاني، انه المريضة بتجي بتجمد هولي لإلهم لإلها و فقط لغير. نعم. وفي برسنتج انه بخف عندها بس ينسحب لها بويضات؟ يعني اكيد انتم عم تسحبوا برسنتج معين من البويضات مش كلهم، يعني هي بعد عندها بويضات بجسمها، لنفترض تجوزت بدها ترجع هول البويضات اللي جمدتهم، او لا بتشتغل على البويضات اللي موجودين منها وفيها؟ هلا في اكيد نحن ما عم نخفف البرسنتج لانه نحن الكميه اللي عم ناخذهم منهم كتار، واكيد اذا تجوزت بعد سنه سنتين احسن هي تجرب مع البويضات الموجودين بجسمها لانه بيكونوا فريش اكثر. نحن بنستعملهم هول كانشورنس اذا ما حبلت هي الطبيعي، هول بيكونوا موجودين، بس اكيد اول ستيب هي تجرب طبيعي تحبل. أكيد. عنا سؤال من توني من بيروت عم بيطرح انه ليش الامرأة بس تكبر بالعمر بصير يطلع لها شعر، هيدا وبر على خدودها، وبر على خدودها ليش؟ هاي بيكون probably من التغير بالهرمون على كبر، يعني بيصيروا البويضات بيشتغلوا أقل، بيصير في تغيرات بالهرمون، وكل شيء خاصه بالشعر وبالحبوب إلهم عليها بالهرمونات. طب إلهم حل هو لدكتور؟ يعني على الوجه بعد ما يطلعوا الشعر ما في حل تنشيلهم إلا الـ يعني الليزر أو الـ الالكتريك، يعني شيء خارجي شيء ما له علاقه بالطب هون خلينا نحكي. وهل يا ترى مثلا ما بعرف الست لازم تعرف انه هذا لانه خفت البويضه عندها او صارت يمكن بسن الياس عم توصل لهيدي المرحله؟ يعني هي لازم تستدركها لنفسها؟ ما لازم تخاف، يعني هذا من التشينج الطبيعي بجسمها، بس ساعتها فيها تشوف يعني حكيم نسائي او حكيم جلدي يعني يساعدها اذا كثير مزعوجه منهم يعني. بموضوع زرع الرحم كمان في عنا سهام من بيروت عم تسأل سؤال، إذا الإمرأة كانت بالمينوبوز وهي أكيد مولدة 4 أولاد تحديدا عم بتحدد، ممكن إنها تقدر تعطي زرع الرحم إلى ابنتها وهي بالمينوبوز؟ إيه أكيد إذا هي بالمينوبوز ما في مشكل، يعني نحن حددنا أن تقريبا 7 سنين بالمينوبوز فيها تعطي، بعدين بيصير يمكن إنه شوي وقت طويل ما اشتغل الرحم فمنفضل انه لا. اذا جايبه 4 اولاد يعني معناتها هذا الرحم شغال اكيد، بس المهم انه نكون مولده طبيعيه مش مولده 4 مرات قيصريه، لانه ساعتها ما فينا نستعمله. ولازم الدم يكون على دم الست اللي بدها تعطيها الرحم بنتها. اذا بنتها يعني لازم يتاكدوا انه الدم كومباتبل يعني. بس ذكرتي هون نقطه مهمه دكتور جايال، ليش لازم تكون الامراه مولده طبيعيه مش ولادة قيصرية؟ شو اللي بتفرق يعني هون بالنسبة لموضوع زرع الرحم؟ ولادة قيصرية لأنه بيصير في جرح على الرحم، أكيد إذا بس مرة ما بيأثر، بس إذا مرة على مرة بيصير في مضاعفات بالرحم، وبيصير كمان العملية تا نشيل الرحم ونرجع نزرعه بتصير أصعب. فمش هيك بنفضل إنه إذا ولادة
طبيعية. هلا المهم كمان انه الست اللي رح ينزرع الرحم فيها رح تولد قيصرية. هلا بعد ما بدي اسألك السؤال انه اذا ممكن تولد طبيعي هالست اللي انزرع يعني الرحم. يمكن بعدين، بس لهلا كل الدراسات انعملوا كل الكيسز اللي صاروا ولدوا قيصرية. يمكن كمان ما ياخذوا الريسك، يمكن ما بدهم ياخذوا الريسك على الولد، ويعني اهين لانه يعني عامله عمليه كبيره ببطنها، افضل انه نرجع انه نفتح، ويعني اهين كتقنيه يعني. نعم. وممكن تولد كمان الولد الثاني بعمليه قيصريه. أكيد. نفس الشيء. ما في مشكله. صحه الجنين اذا الوحده زارعه رحم صحه بتكون جيده جدا، يعني ولد طبيعي صحته طبيعيه او لا؟ رح يكون في عنده مضاعفات كونه يمكن ما بعرف الام زارعه رحم، يعني يمكن جسمه يكون شوي بنيته ما يحمل قد يعني اي مثل الست الطبيعيه يعني. خلينا نقول هلا الدراسات اللي انعملوا بالسويد يعني الخمس اولاد اللي خلقوا خمستهم خلقوا كثير منيح، صحتهم منيحه اكيد. هن في يمكن كم واحد خلقوا يعني ولاده مبكره، بس انه فاتوا شوي على الكوفوز وبالاخر مشي حالهم. وبالدراسات اللي انعملوا على غير نوع زرع، يعني مثلا ست عندها كلوه مزروع وعم تاخذ هول الادويه اللي معقوله اثروا، كمان تقريبا كل الاولاد عم يطلعوا بلا مشاكل. قد ايه صار عمرهم هالاولاد تقريبا؟ اول واحد خلق ب 2014، يعني صار عمره سنتين. سنتين رح يصيروا سنتين. بس هل يا ترى يعني الدراسات هيك دائما بتحدد وبتقول انه لبعد 10 سنوات يمكن ليبين اي مخاطر او مضاعفات على اي شيء جديد يمكن بيطلع؟ يعني اول ما بيكون طالع بيكون في له رواج كثير، بعد 10 سنين يمكن الدراسات بتظهر انه لا ما نجح او نجح. لازم ننطر يمكن 10 سنوات شوي لنشوف شو بيكون مفعوله. هلا مثل الانفيترو، يعني من 15 سنه الانفيترو كنا نحكي فيها كانه شيء مستحيل تصير ومستحيل تثبت، واخر شيء يعني اليوم عم تنعمل وعم بيجوا اولاد كثير طبيعيه. فاكيد نحن بعنا على البدايه يعني بالتقنيه زرعه الرحم، بس يعني النتائج لهلا بيطمنوا وعم بيصير في نتائج، يعني نتائج كثير منيح. وان شاء الله يعني اكيد قد ما يعني كل ما بنعمل عمليات اكثر، كل ما بنتطور اكثر بالتقنيه، كل ما بصير في نتائج اكثر. وهيك الله يخلي لنا اطباء مثلكم، ويخلي لنا كمان العباقره اللبنانيه اللي دائما هيك دائما بيخترعوا امور جديده. اكيد مع الاجانب يعني هون انتم يعني عاملين مثل هيك بين اللبنانيه والسويديه، قدرتوا توصلوا يمكن الى هذا الحل، الى زرع الرحم عند النساء. بما انه ذكرتي موضوع الانفيترو او الاي في اف او هو طفل الانبوب، خلينا نذكر شو هو طفل الانبوب وكيف بتتم هالعمليه. طفل الانبوب عاده نعمله عن الستات اللي ما عندهم انابيب، يعني ما بيقدر ما يصير في كونكشن بين الرحم والمبيض. يعني بنعطي كمان للست ابر هرمونات على فتره اسبوعين تقريبا، بعدين تحت البنج بنسحب البويضات بنحطهم بالمختبر، بنشتغل فيهم بالمختبر مع بذره جوزة، وبيطلعنا بالمختبر أرجنة امبريوز، ومنردهم بالرحم بعد 3 ايام. هي يعني ما بيكبر البيبي بالانبوب عندكم؟ لا يعني هو بيكون هالقد يعني كثير كثير صغير، يعني ما بيبين، ما فيك تشوفيه يعني تحت الميكروسكوب. بيكون عمره 3 ايام يعني، فكثير كثير صغير، بيكبر برحم امه اكيد عادل. يعني عادل. التوصيات دكتور جايال ابو غنام شو بتعطيها لكل النساء اللي عم بتابعونا اليوم؟ يعني المهم انه يعرفوا انه في امل لحياه الست بدها تحبل، اذا ما عندها رحم صار في هلا امل كثير كبير انه تقدر تزرع رحمها وتحبل. وبالنسبه للبويضات كمان، اذا ما تجوزت هي وعمرها 35 سنه ما تعمل ستريس كثير على حالها بالكلتشر وبانيك، لانه بضل في كمان تقنيات جديدة عم بيطوروا موجودين بلبنان لنجمدهم، وتقدر هي تاخذ وقتها تتلاقي الشخص المناسب. طبعا اكيد بدنا نشكرك دكتور جايال ابو غنام، حضرتك من مركز البلفيو بتكوني موجوده هونيك يمكن لكل الحابين يستشيروك بموضوع زرع الرحم وهالتقنيه الجديده، ان الله راد ان شاء الله توافق عليها وزاره الصحه مثل ما ذكرتي. ما حنفوت بالشق الديني هون، خلينا نحكي شق علمي فقط لا غير، لانه ما بتخيل الانسان وقت يكون محروم من شيء وبده اياه هالقد، ما بتخيل يمكن
لازم يفكر بأي شيء تاني بالحياة. بدي أتشكرك لك، يعطيك ألف عافية وخليكم بهالهمة، وإن شاء الله قريبا هالتقنية بتكون موجودة بمركز قلب الفيو. يعطيك ألف عافية. Thank you. مشاهدينا، إذن هذه كانت محطتنا لليوم من فسحة أمل حول زرع الرحم عند النساء. أما بعد الفاصل الإعلاني راح تلاقيكم ليليان بفوتبول 2016 مع المعلق الرياضي والخبير الرياضي كمال نصار. تابعوا هاللقاء ليحكوا عن جديد الرياضة بالعالم ككل.